صهيب الرومي صحابي قال لي هذا صهيب الرومي ولد اللون نسبي سيرتي سيبان هل كانوا كجلينا ربح البيع يا ابا يحيى ربح البيع بيع وفائدي يا ابا يحيى وصهيب ربح البيع بيع ادقسي ونفط على اسكو ايبستي الهي رديه زمالك وتجارة تكون ربح ذي أي نبي صلى الله عليه وسلم أنك أمرك هجرون أيها سهيب سهيب الرومي ومن واكم منا أن نجمد معشر المسلمين مسلمين في هذه أن الله لا يعرف أن جرني سهيبا الرومي من مسلمة ومعشر المسلمين كم أن سهيب أقول من يأجره أي ليس سيرة بلان تتكوية قانان سهيب الرومي محايل الرجل سابقين تإسلام كوهر مريبو كم داو ولا يلم قفك مسلم كو انغا نغمده صهيب جرنين او ولا يلم ان اورورن بطرف ومن اقباره واكم يا ونطف يعني قيب او من سيرته كم دواء صهيب نك انا قون او طرف اخبارتي في كم غيبه كم لنا ان سو اورورن يعني قيب سيرتي في كم لنا ان برنين واكم ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن سهيبا لم يكن روميا وإنما كان عربيا سهيب هو اللي يقانا سيدا بذن ودتك ويقرن يعني أخبارتي سنة وحنبال لقوقيا لكن واحد دتك بذن أي سن أبين المسلمين تكمل وحاوية إنك أن سهيب اللي يرادو الرومي قال الله نسبين يئنون الروم أضلن يئنوا يهينين عربي هو خالص هو أبهين يعني غيبن النمير لمك اللي يرادو يدي تميم أي أحد كاسو يمد على جرمينو عائل الرومي يمبالو يقانو من الذي في لا يعرفه سنجرنين الكثير منا كوفضنو أنك مسلمين تانجمد هو أن سهيبا سهيب لم يكن إنو سنهين وي الروميا من روم لون نسبه وإنما كان وحو هذا عربيا عربي خالصا أو خالص أوي وحبك جرن نميري الأبي وي أبيه قلدا ري يعني غيبني نمير وي تميم يا الأم هو يدين وان بني تميم بيت غلطيون ولانتساب سهيب إلى الروم ولانتساب سهيب نسبين تيسلون نسبين يا إلى الروم قصة قصة قصوا ما تزال أي تنزول تعيها إن حبدين في ذاكرة تاريخ تاريخ دي يعني أي حبد جدي يكيد كيد أي جلنا يسي حصوص تادي أو ترويها قصة أي ورنا يسوء أسفاره آية أسفاره أسفار تاريخ تاريخ الكتب تلوين يا مرحبا أسفار الكتب تلو قرآن إذا ذايب حلو كيدية ووين مرحبا فقبل البعثة بعثة النبي هرتين بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس فقبل البعث بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثة واحد هذا بحوالي عقدين بعثة النبي كهر بحوالي عقدين من الزمان يعني لغطف ابنات يعني كهر يعني والله تنصر من الزمان الزمن جاكيه كان هذا انت النبي اللي صبحنا عليه الصلاة والسلام كان وحو هذا يتولى متولين يوم لحكا الأبلة مقالة الإيران الأبلة مدينة قديمة دخلت في البصرة وأصبحت جزءا منها مقالة قار كابي هانجلس لكن هذا هو مقالة البصرة كم تايوة فعراق وحافظ كم البصرة أيها نغطي لكن أول ملكة بحثم لهاجم كو مجال هذا أبول الليلة وحاه يعني ملحكاها سنان بن مالك النميري رسوي بابه من قبل كسرى ملك الفرس بقر كي كسرى حجي سونا كحكومة يو أسجع أيوب من تورؤها مجال هذا أبعها يو فرس يعني بقر كي كسرىها أيا يعني يماك مسؤول أبعها وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره وكان محو هذا أحب أولادي سمتك لو وجه عليها إليه ننك أفجأه اللي إلى هذا السنان بن مالك طفل ويلوي لم يجاوز أن قدر
الخامسة سنادة سنادة من عمري عمري يتكملون ويل يرى أسقو أضلع وشن جرأ أيو آد وودع الله وحو جعلي هايبو وكسي جعلا دعاه سماه وحو قم رعابي سهيب سهيب وقم رعابي إلك كان سهيب سهيب وحو أها أظهر الوجب وها نوجه قرح سنبوها أحمر شعر وها ننتمي قدودا بوها تمجي لعسن وبسه قدودا بولها متدفقا مسادب وها من يعني فرحدي سؤي موقتوها يوف الفرعون ذا عينين لما إن رود بولها تتقدان فدنة إيا ونجام لما إن رود ويكم موقتو يعني فدنة لب إيا فهم بذن إيا ونجابة يعني ونات أي كم موقتو المها يعني مركز يرسو عنو أي كسو سعوتا يعني وركيسا إنو قل إن فهم بذن ويهي هذا النجابة يعني أفضل ويهي المسفاك ونجام ونجام أي كم موقتو يا كم بغت مكان هاي فكان لو يسئن ضد وحكى وري يعني وحكى موقن ايو خدمة ايو والنجاز انا قاتل وكان وحو هذا الى ذلك وكان وحو هذا سهيب الى ذلك ممراحا عدب الروح واي قف دنا يعني ممراح يعني فرح سن ونشاد له عدب الروح نفتي سوي معان تهيوي ويعني قف حلم اما وحسي اما هي وأن النفسي سؤال معان تهيه النشاط نشاط أول يدخل سرور فرح أبو بريني على قلب أبيه أبيه مرأة الله مركو أركبه وكبر حياة وقلبك أبيه فرح أبو بريني وينتزع وكسب ياوي كاس منهم من الأبي أباها قلبه سهموم الملك بقر لماذا إيا ملح لماذا مرك تيري انتزاعا في بدوه وقفت أدوم مسؤول يا مامل هايو دائما يعني فكر يا مرقبا يا وحباك كل ما نيه وحاسو دن بقلبك سكسار يايو يعني اغيقو يعني مر الله مركو اي ما لبو كفر حين يو مالا دويتك تي ام سهيب سهيب ويدي مع ابنها ويلك يدي اصا غيري ويلك يدي رابي قالتي وضائفة من حشمها وخدمها يعني ضائفة يعني جماعة من حشمها يعني دتك يدي اي وخدمها اشقالها ديوان اخذ ميني الى قرية الثني قرية إلى قرية ثنية هي إلى أهد من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام دي محي ما شاء هو أهدي طلبا للراحة فأحا إيه دونيسا استجمامي يعني هو قد ستوي هو قد سنتوي فأقارض وحاور ارتي على القرية قريدي وقريه عيد الحيث كهو سرية الى رؤو من سرايها جيش الروم روم يعني عيد مهدي كمدا فقتلت ويلي سيحر راسها قريه كهو الى لنا عيد مهدي ونهبت وحيب وابطي اموالها مال كهدي قريه وحا لوي هي اللي قتلت وي قفالت ذراريها ما كست هدينا وي قالتها وانك عرتنا وكحيثتهم فكان وحو هذه في جملة من اثرهم اثرتهم إلى رضا أفضتك إيه قفالة وحاكم إلى سهيب سهيب فكان سهيب سهيب وحوى هذا في جملة من أثرتهم إلى رضا أفضتك إلا تكتر إررهم بيع سهيب سهيب وقال لإيبي مركا في أسواق الرقيق ببلاد الروح مركا يتقين دليل تقين وي إبسدين أضومية دلك ما يتعيكسوا قبسدينه مركا سهيب وقال لإيبي في أسواق يعني الرقيق بيش الرقيق اللي إلى سوق كذا لوي ببلاد الروح وجعلت وحي قدقة تتداوله الأيدي تتداوله إن يعني إسده مريسه إسده بدليس الأيدي قعمه فينتقل من خدمة سيد سيد خدمة يسيبه كقوريا إلى خدمة آخر مثل القوريا ننك أنا الوريقي إيسانيا ننك الوريقي ننك بعضنا أخدميني أكوك الوريقي وأبدون ذي أي شأنه شأن يسو في ذلك أرنتاته شأني أنا كشأن الآلاف كما ياسو أمبو لمجاي المؤلفة ومن الأرقاء أدوميها الذين كانوا هذين يملؤون كوبحي قصور بلاد الرومي روم يعني وضن كذا ذلك اللي صنقب صديق فرض بدناي أدوماها يجوين بلحقن هوا أبا ننك ياسو أمبو خدميني وقد أتاح ذلك لسهيب وقد أتاح وحو فرصة أسي أسور تجلي ذلك أرنتاسو أظن ماذا هلك أنت اللي يعني الروم يعني اللي جاي يعني وحو أسر تقلي لسهيب
أن ينفذ إنه قلو إلى أعماق المجتمع الرومي مجتمع الرومي قلو إنه تحقلو سكسي عنه ولم ينقلوه وأن يقف عليه إنه يعني استاذئه من داخله داخلي يعني مجتمع الروم روم يعني مجتمع هذا إنه تحقلو ننكمل ونقلوه فرآه هو أركي بعينيه لبدي سيندوت ما يعسس في قصوره قصور الروم روم يعني سره هذه وحو سقيه وعسل وحليه قسن كم يعني ما لا برج قبسنه وعرى عرضي وحن دبيته كنتي وحاس عليه مركي روم سره هذه وحو سقيه من الرذائل إيه والموبقات يعني وح الرذائش هو قرنك هي والموبقات وحيالها حنح كفواحشته الدنيا موبقات هذا وجل فواحش وصنع يعني مجتمع يعني أن دين لهين بو أهايو يعني قالوه مركة قطن كودو هدو رجي دوحة صره وضيئيو مرح نمد وضيئيو دولة دولة هاللي أيو أركيو يعني فواحيتي حميدو الجنيدة إيدي وحيالي ظلمي آي وحاكوار وصنع بإذنين اللبدي تدقو ذو حكوم مغلي وكل ليسي ما يرتكب فيها يعني الروم دهد دوحة لكريو من المظالم الظلم جاي والمآثيم ذنوب تأول ويعني مجتمع دين لها هنا وحضون التطمين فكره ذلك المجتمع مجتمع عاصو النعي والدراه وون حقري وحقوق هذه إنه وح مجتمع وحو يهيب أنجلت إنه يهيب يعني تذكى وحي أمو قتال دولة حوق له يعني ما قال لكن مركي اللي تحق له مجتمع أنجلت إنه يحني وح بني آدمي وولي يهيب أنجلت إنه يهيب أيوه قاليه حيالي وبحج قالي ونديه سنة وحبوك واركي ديه سنة وحبوك مغلق وكان وحو هذا يقول مجل هذا في نفسه إن مجتمعا مجتمع كهذا كما كلا لا يظهره ما ظهره إلا طوفان طوفان إن الله تسي دائما أي طوفان كراب قوم النوح لوها لاقي وكلموه بوحك الأرض كبهر أيهم ملكوها وعلى الرغم من أن سهيبا قد نشا في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهلها وعلى الرغم من أنه نسي العربية أو كاد ينساها فإنه لم يقب عن باله قد أنه عربي من أبناء الصحراء وعلى الرغم من أن سهيبيا وعلى الرغم من أن سهيبيا مع أن سهيبيا قد مشى في بلاد الروم في بلاد الروم أيضاً الله لقب يعني لنك سهيب ليلى لأنه كبر باري بلاد الروم وشب على أرضها الروم أرضها دي وكبر باري هي وبين أهليها غير روم تحضر ذا أيو فصوى برباري محايدة صغوى ير أيال لقفاتيها لكالك طوري وعلى الرغم من أنه نسي العربية مع أنه نسي العربية أصغوى عربي نودي يعني لقدي في عرفت إنه هلمامي أو كاد ودواذب ينساها إنه هلمام وما هلمامي بقى موحير بكجر جرانيا مع ذلك فإنه لم يقب على باله قلبه كمضح قد ولقي أنه عربي إنه عربي هو لقده يعني هذا كرد انتو مجتمع هذا قصو نحبار باراسه ويرهل لقيه لكن ولقي قلبه كمضح إنه يسوى عربي هو رير روم وطنعين من أبناء الصحراء ولما صحراء وقود شيء من أبناء الصحراء ولم تفطر أشواقه ولم تفطر ميسا نوبين ميسا دال أشواقه عشقيتي عشقي حسوقيتي لحظة لحظة إلى اليوم الذي يتحرره فيه من عبودية ما لنك أدون لماذا كحروا بي لقصوا قار إلى اليوم لقصوا قار الذي يتحرر فيه من عبودية أدون لماذا يعني أكحروا بي وهو يلحق ببني قومه يعني قومك أكبر سيئ راع عربات وهلالي انت تاس انو اعشق سيها وذن كيسية انو اصوى عربيها انو اقيها قلبه توليه كمبه وقد زاده حنينا الى بلاد العربي فوق حنينه واس وقد زاده وحا ازيادي حنينا جعال اي عشق الى بلاد العربي وهو عشقه فوق حنينه يعني عشقه اول باقبه انه اصوى سمع وحو مغلي كاهنا من كاهنه مغلي كون يعني فهلوه وحشابه أيوم مغلي ومنك هانت النصارى كمذا
يقول حلي كاهن كاسو لسيد بولها دلأي ومن أسياده كوي أفق لها تكي أدون سنة ينين كملا أي لها دلأي وحكي لقد أطل وحا دوال زمان زمن لقد أطل اقترب وحا دوال زمان زمن يخرج صباحا فيه فيه من مكة مكة كصباحا في جزيرة العرب عرب جزيرة ذي النبي النبي نبي قو يصدق الرومين رسالة عيسى بن مريم آية نبي عيسى رسالة عيسى الرومين ويخرج الناس دتك كساري من الظلمات مجديالك كساري إلى النور النور كأساري أنت أمركم مغلي هدنا أول بعربي أها وودن كيس آدم وسعس بسنا وسعب وتكسالها يهدنا وحوم مغلي إنو هالك أكسر بحي دون النبي وكسر بحي دون ثم أتيحت الفرصة فرصدي أيا أسر تكشي لسهيب سهيب فرصد أيها لأكو بحصد ناشا أكو آذا فولا وجه سهاربا حالي أصغو عربيا من رب أسياده يعني كوي يعني سيديال كيسا أدون نمذي أدون سيقو دي أدون سيهي مبقى عربي أدون سيقو أي لأدون سيهي ويمم وجه وجه سوح أجه هي صدر مكة مكة جهل هذا آية صدر مكة مكة جهل هذا أي وجه هي أم القرى قريوين كواصل كذا أهي وموئل العرب عرب ملجئ إلى أهي ومبعث النبي أهي المرتقب النبي لسوية صلى الله عليه وسلم ولما ألقى عساه أسي سمركو دقي فيها في المكة أسوه تعدو مكة مالده مركي أسي تدقي محله غجلة نزل فيها مكة مركو دقي وستقر فيها وقفوا نار أطلق الناس ضدك وحيكو إدلاق عليه دشي فإسم سهيب الرومي سهيب الرومي أي الودجيل الرومي محل ودجيل وللكم يعني للكمة لآية للكمة لسانه وحمرة شعره عرب كي سنة حوغا لكنها يا كجر توانين أصدق ويرع جميلا انتو نحق لي يا عرب كي بكرنوا مرك عرب كي وكو أذج يا هيبو آية هاي لووه المامي أمو ودوا ذينوه المامي يا مصامر وحي يربو كي قاناب عربي مرك وانين عربي كي ججميني مرضو عرب يا أذو قونين كنه يسونه وقريضيه وقالنا رير روم بوهيه مركا سا وحالي سهيب الرومي رومي با مركا لون اسم للكنة لسانه وحمرة اي شعري عرب كيسا يعني اي هاي وعليس كيسا يعني اللغة العربية فعلص هي تنهي سبجود كذو وقال حالف سهيب سهيب مركا وهو حليف لن نقضي او شابتي سيدا سيدا من سالات مكة مكة أضياك الذي كمل هو عبد الله بن جزعان منك اللي ذاته منك أفو مركبة يعني يوحرير لي سيو ما دام يعني أفق إيه الكلئي قرابك لأين مكة أدى جنين إن عربي أنبوها موين إن ريق رسادي مكة أدى جنا موسى إيه سوما مركة منك أفو مركة حليف قلنا قضي واحد وشاك دمه وضفق وحبلق لي يعمل في التجارة إنه سقي سنة يتجارة سنة فدرد عليه الخير الوفير والمال الكثير تجارتي ومرك آد يعني حول أيو يسوه فدرد عليه الخير الوفير خير يعني خير آد أفر بلني فائدة بلن بوهلي والمال الكثير غير أن سهيبا سهيب لم تنسي ميته المنسين تجارته تجارتي سيو مكاسبه كسب كاسو حديث الكاهن منك كاهن كاسي كديسي أن نتراني رين يعني نصارتها نترانيها شاكريتي ولقلبك قوى يا موسى المؤمن وقلبك اسمحوا يا شاكدة اسمحي اي نيني يعني النبي يعني النبي ذاتك ظلمك كسار يا نورك أسار يا إلو مكاكا صبيح دانو فكان وحوى هذا كلما مر كلامه بقادره كلما مر مرأة مركو صامر كلامه كلام كاهني منك كاهن كهذا الكيس بقادره مركو قلبك يتكسر دعاه يسائل نفسه نفسه سوء ويدين يا في الله فتنسه آت أجعل وحولي ننكي آو النبي اللي شيء آو متى يكون ذلك ضرمون غنيا وما هو موسى إلا قليل حتى جاءه الجواب جوابت وأتبت جوابت وننكا شيء كأنك أو كم غلي مركب وأتبت ففي ذات يوم مال مالبا كم إذا عاد سهيب موسى غنيا إلى مكة من إدارة رحلاته يعني سفرده سمكة مدوه كسو الله فقيل له وحلو يري إن محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله نيكا ليلة قد بعثه على صدره نيكا أتى رسوله على صدره وقام ووكع يدعو الناس تتكاثوا ويري إلى الإيمان بالله إلهي إليه من يهو وحده كله
ويحضه وحكود دورنا يا دك على العدل عدالة يا والإحسان وناج وينهى ومحكنا هنا يا دك عن الفحشاء حمانة يا والمنكر. فقال وحو يري فهيب أليس هو الذي يلق آيه يلقبونه بالأمين أليس صومان هو منك أسوى محمد بن عبد الله الذي منك يلقبونه أي بأقولنا أنيس الجيران بالأمين وأنك أمين الذي جرى صومان محمد الأمين بيقول يقان النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له وحلو يري بلاها فقال وحو يري وأين مكانه حقو جوا. فقيل له وحلو يري في دار الأرقب ابن أبي الأرقب أرقم ابن أبي الأرقم منك اللي إلاده قرهي سأيو كسويها عند صفاء صفاء أكتنو ولكن حذاري كالدكتون كالدكتونو من أن يراك أحد أحد وكواركو من قريش قريش فإن رأوك هديك أركان فعلوا بك ويفقوا سمينيان وفعلوا ويفقوا سمينيان أي ويكو دباته يكو جيسنيا وأنت أدوك الرجل ننبات غريب غريبة لا عصبية لك عصبيك ومسؤولا نتحميك كإلاله ولا عشيرة عشيرنا عندك أكتا أماها نتصورك كوكر جاتو قبيل كمله المقالبة مكالة وحكوكر جانا يهدو مجلين لنك أسيقى سيوة القرب تاقنانا هداب يعني كرناحة الدين تيسوه لنك الرعب قرب كاوه كبح يا دباطة لغوصة مينة يا قراشي ينكو أركموان ملقى النبي أتريد ما الله سهيب سهيب باتك إلى دار الأرقم أرقم دار تيسا أيوه هذي حايا حذرا حال ويهي أسألوا آدو عبصان أيو يتلفتوا دنعيها فيرفيرين أيو ملكة تستفيرين أيو يعني لقو أركم بولي هل قرقا نينك قصة صعبه وبالقبط أن الإيمان أجي دوا. فلما بلقها مركو قاري قرقي وجد عند الباب الباب كوحوكه لي عمار بن ياسر الباب كوحابته لي عمار بن ياسر وكان يعرفه من قبل هربي سيقانه فتردد لحظة يعني هل دقيقة أيو تردد أيو وحولها دواك ننك رجع كده وبدأ يسيبه بكم جهة لما كان كما يريد تاجر وعمار بن ياسر وعبد المرك تدي شاء ثم دنا منه ومرك قام بجاريه وصار مرادو الباب في ويمت وأخذ قاطعه وقال وحو يري ما تريد يا عمار عمار محادونيتا. فقال عمار وحو يري بل ما تريد أنت أدو محادونيتا لنك نور بينه هاتو مراد جيسا جاءه كبقيا مرك عمار هذا الكي كسو عليه وحري أدو محادونيتا لنك تو كبقيا نبي أرسع الله بنور كبقا. فقال سهيب وحو يري ألت وحان دوني أنصر دو أنصر أنا كلنا نقل على هذا الرجل من كان من روينا مثل وفأسمع منه أن كده يسمى يقول وحو ليه. فقال عمار وحو يري وأنا أريد ذلك إلا أنا أقول سيدا وما نسعلا بس قدام بانا. فقال سهيب وحو يري إذا ندخل وأنجلنا معنا نوس نسعنا على بركة الله إذا نقلنا هدو أقول مراد كأوساطها إن كان دي. دخل سهيب سهيب واقر بن سنان الرومي هي وعمار بن ياسر على رسول الله بأقل صلى الله عليه وسلم واستمع ويدغيسن إلى ما يقول نبي وحي أولاها إدسك ويهرية يدغيسن. فأسرق نور الإيمان إيمان كالنور كي سبا إفايو في صدريهما لبض وضل لبض أيو كإف إيمانك مركب إيمان كبا قلوب صديق قلي مركز قلبه وضي كإف وتتابق وحي أحرق سبين في مد أيديهما قعمت وضا تاجد لبض وضا قعم وتاجد إليه إلى النبي النبي المتاجي عليه السلام waxay u kala hormareen markeen ilaa arkay gacantiisii soo taaginay wasiida way qireen alla ilaaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amla ya way taksiyeen sahabata yawmihima sahabata yawmihima malin kooda ayahay indahu nabiga agtiisa waay sahabata yawmihima malin kooda dhililkiisi waay sahabada waxa loo jeeday macnaa yani waa malin koodi oo idil يا عنده النبي أبتي كتكسيين ينهلان حالي كعبيان ويكورا براب يعني كو يعني كورا برابيان من هذه النبي هنون كيسي وينعمان يكون نعميثانيا بصحبة نبي سعمدي سوى ما لنكي نمضي نبي هنون كيسي عبيين دي ويتكعبيين وحين كن نعميثانيا نبي سعمدي سيا لجويدي سوى. ولما أقبل الليل هذين كمركو صوقا بلي وهدأت الحركة حركة ذي أي حسيسي أو مركي هبينك يعني الله جيف قاضي أو لقص الله دقي خرجا ويصابح من عنده نبي أبسيس تحت جنح الظلام مجدي هوسي سأيكو صابحا أيه فوق بني والحال قد حمله وحنباري كل كل أركو منهم على بدو ذي كمل من النور النور كحجي سفي صدري لابسيس وكو حنباري
ما يكفي وحق فلنان لها لإضاءة الدنيا الدنيا إفيدة بأسرها دمانتك مثل أرك النور وقلبك قوته الدنيا دمكونك ونبو إفيد لها حيث النبي عليه الصلاة والسلام قف مركو لفريته نظرها أرك النبي أرتدي سيئ النبي أفيرين أيوب قفك قفك من غني تلك استهدين لي الإيمان كيسو يعني قفك وسلتك يا مال هدو صحات أغاني علمك لبرن إيمان كيسو قايو يلن يا مركا من لما كان رأيه تلك استهدين لي الغفر الإيمان كيسا كان النمو هاي أصحابته وحال لي لهذا ما علم البطني وحيدتك وقسر في بطنين وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام هل مال إنه النبي اللي فريسين يعني الدنيا إنسان نوليد ودن واحد وناك سميتين يتوضي كمكر هل كان مال إنه النبي اللي فريسين أركب عيدتك كفا يكون غضيان وعرسين النبي عليه الصلاة والسلام فحمل سهيب سهيب وحن باري نسيبة ونسيب كيسي من أذا قراش قراش دبك هذه هو نسيبة عيدتك مصلعفين تهاية إسلام كأهر مريا لديبا يبو كمدها سهيب مركا قيمتي سيبو قاسي من أذا قراش مع بلال بلال إيو عمار عمار إيو سمية أهو يزيساي وخباب بن أرض وغيرهم غير كودو من عشرات المؤمنين مؤمنين تتريال كودي كمدها لديبا يبو نصر عبين تهوى وقاسا أهو أكيسي من مكال قراش قراش عقاب كيدي عذاب كيدي ما سيبو أكيسي لو نزل بجبل بجبل بور هدي الله تارو لهدده لهده بورتا في عنها اي لجم لهيب اي وحبور هذه اللي تعرفها يتحجين كيرين ايه او اتكيسيه فطلقا ذلك كا دمانتي لباتضا في امتحان كا دمانتي ولكلمي كله دمانتي بنفس النفض ولكلمي مضمئنة يعني مضمئنة وحسلون صابرة صبر يسوي لانه اسوه كان وحوها يعلم مدعب أما طريق الجنة الجنة وضر هذا محفوف إنه كوبي والوحيد بالمكاره جنة يعني هاي هاي وضر هذا مكاره ما كفك يتوهي مكاره لا تدعى مرين المجاري تدوهي حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بسهوات بالنبي عليه الصلاة والسلام نار تحلو أوضي ودير لو قدر وحل وحي نفسه جعل لايدهم بس جنة محلو قديري وحل وحي نفسه لبسني سوكوني بس يا فمن خرق الحجاب دخل به الى العلم منك حجاب من الحجاب الحجاب كاد جهل ام بابو يكدم بي اتريتاو هذا الحجاب سواد الرعدنا نار بدوتي حجاب المكاره هذا جهلنا جنة ام بابو اتريتاو هاي ولما اذن الرسول صلى الله عليه وسلم رسولكم مركو اذن لاصحابه اصحابه بالهجرة الى المدينة مدينة الى يهجر الان عزم سهيب سهيب وحوب انصبه على أن يمضي إنه تقو في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه وأبي بكر نبي إنه الله صاحبه أورا عي أبو بكر أيوس أبو أنصده لكن قراشا قراش شعرت وحي أغاتي بعزمه قؤان كيسا على الهجرة أغاتي وفسدت ويمن عيسي عن غاية وحدوني قراش بأديد وأقامت عليه دشي سوحية في أرض قباء جد وارجئه أسلع إلى لنا حتى لا يفلتا إلى أوسن فكنين من أيديهم قعن طوضة وهو يحمل أوسن قادن معه معيثة ما درت عليه تجارة تجارة وحي تيسيه من فلة وذهب المال كبضناء وأنك دحل أنه نوقع نعصبه يحوليه واد انتوه سوى سنة اتكسعه قلوة اللويم يدحل أنه تأجر كنه هو دين مقع كنه هو مركز نقتك يا حوليه نقلتك يا ميال تاسي لي ومؤ قلانين لي مركز وارديا عبك أي الله صاريوي ظل سهيب سهيب حومه بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يو ساحبه وهو أهذا يتحين مد يعني إلى لنا يسبي الفرصة فرصة للحاق بهما إنه لبضه الله لأل إنه نبقى عليه صلاة وسلام وبكر كذا بطل فلم يفلحكم نقول إسنه وح فرصة وهو أيوه يعني مركز سواء العبت عليه هو إلى لنا يو إذ كانت وحياها في أعين الرقباء كوي وارد لها انه ساهرة عليه مثل وجد الى لنا يسو متيقظة له ويكبر عرسانك ولي ومر يرنا مهي المام يسو قال الى لنا سقط كلمة مالا بس اسقط مالا لا دوري فلم يجد موسى هل سبيلا سبيل سبيلا وضم موسى هل غير اللجوء الى الحيلة فلم يجد سبيلا وضم موسى هل غير اللجوء إلى الحيلة إنه حيلت إنه سر إنه مغنق إنه مغنق لموه وحك لواه فرصتك لو أسوره مركا يتكت وعوسوره الواين وعوسوده مركا إنه حيلت سميه
ففي ذات الليلة هذين هذينها كم إذا بارزة أوقبوا أكثر سهيب سهيب وحب ذي من الخروج بحيث إلى الخلاء بنانك الله بحي هذين أوقبوا وبنانك بأن لو بحكر أيوه وحبرا يقلب بنانك أبحيا كأنه يقضي الحاجة وسوى قضاء حاجة قدرنا يوم سقول يا وحا أطعب قل يوم كسوا نغونا يا هذا مركب هذا وابحيا فكان وحوا لا يرجع من سوى نغني من قضاء حاجتي حتى يعود إليها مركو هدى مرسوا إماده ومركب هذا وأسلابيا مركو إماده هذا مركب وأسلابيا سنين على صلى الله عليه وسكرات وكل يوم مركب ونغونا يا فقال بعض الرقباء يكون واردين يضع لبعض يكون كالوحي إيرادا ذيبوا نفسا ورني عن نبتي نهونا سناته وإسكس يحظى فإن الله والعزة تنمك لا تأي عزة شقلاه ببدني على شيء كثقليا صمون خلافنا سوء يعني دين كلام راعمون لهم لا تأي عزة مشغولي وكا على شيء على غرف طيوي على شيء كورهما مركا حاوى سلام بفراغها ينين إسكس يحظى ثم أووا إلى ملاجئهم قبلت وذبي أدمين آية وأسلموا عيونهم إندهوذي وحي أدليهم إلى الكراه الدري أول ما يسوجي هذا وارد بهاين ويعني سوجي هذا كنت لقل ينصمها حتى إن ضهدي وحيك عمت أقليين إلى الكراه وردو سجي عم بي أسهد وحيك ننكر سيارة كراه وعاو سكسهد لا تيه عزاء على وقت الرصي آهي فتسلل سهيب من بينهم فتسلل مركوهم سلي إنا يسهدين ورداء لقلين فتسلل سهيب سهيب ونسيبتين من بينهم دحضوا ويمم وجه وجهي سوحي أقل زي سبر المدينة مدينة جهاز الريوة لم يمل غير قليل وحير كمسه وريقن على الرحيل سهيل سهيل تجديتي حتى فضل له رقباءه كوي واردين سافهمي مركبه فهبوا من نومي مرجبه دي ويكسبوا للمدعورين حالهين ايضو ارقق احسن وامتضوا وحي مركبه يعني فولان ويجايتين خيولهم فرده دي اصوابق يقال اديري مركبه فرديه بيكون عين واغلقوا وحي سيدا اينا عمتها فرده بيجرها اسيدا اينا يا عنة الفرد فرد كجريه سال إلى أيوة حكما حرق فحر إنه وسان إنك فارس كأوها إنتو يا فرد وكل حين يا مكجو جنية يا لي عنة مركبة يعني جراها يوتي دايان ومركها رب تفرد إنه تبع عنه أرضه وإنه تود العسد خلفه جلاسي حتى أدركوه وكذا وتجار مركبة ويجاري فلما أحس مركو درين يديه ما يجي وقف على مكان عال النالتر وتاقى يوفوري وأخرج سهامه لم تيتي ولا صباحية فلا ريتي من كنانتي قبل يدي وكلا صباح فوحنا فوضن ليس مكا مجرى من تكسر أبي حواية حالة دي مركي وصوت وانتين ولا قبل ما نسو ما وحولا صباحي مركي سهام تيتي ولا صباحي من كنانتي قبل يدي قبل يدي ماشا لوق قركان ليلة فلا راه إيه سهام تلوق ووطر قوسه وقان صدع أيه فقبتي صاته وصاري قبون كيف وقان صدع صاري وقال الوحي يا معسر قريش قريش دماء عدو ديو لقد علمتم واد اكتهين بول لقد يعني اي والله مفيد لقد من يعني من لام القسم بيكم تايوة اي لقد علمتم لقد والله علمتم واد اكتهين بول اي والله بانكو بارتي اني انو من ارمى الناس ذاتك ننك اقوك قاند بدن اقوك بدنين انا هاي واحكمه ننك اقوك بدن اصابة حاجة توبتو وارتا ذاتك ننك اقوك قاند بدنين انا هاي واد اكتهين حاجة توقت هدين لي لأذن ماذا أقول في قيني نقفني وأقتهم ووالله بأن كل أرسان لا تصلون إلي يعني إمسوا قارسان حتى أقتل إلى أن دلوا بكل سهم قمون كستقوا معي معي قاها لرجولا منكم إلى أن كدلوا شيء لا أركب إلى من التي داير أرسى إما إيمان إسان ثم أضربكم هدنا أن إذن قراء عدو سيفين سيبتين ما بقي وإفي يديك أنت إذا أنت يعني أيكو باقي سيفين شيء منه سيبتك منه مركان انت قمونا هكا يوجد ترتيبة انين كدلو هذا نمكا بعد يا سيبتا كودا قال لما يا انت انت كوا يا سيبتا مركا اكدت مبادا لك يجلي سيبتا مركا انت عدم عطبت فقال قائل باوحو يروا منه ايجا كمدا والله بان كودا رمي لا ندعوك كاتل منه كل اكما ديلين تفوز حالة كل لبانيسو مما كي تفوز حالة لبانيسو دد منا عنك حقا عنك بالنفسك النفس هذا يوم المالك إنا أريد أن نبتقى ونبتقى لي أمال كاريبا نغتكتو مرنا كايه لمنو لقد أتيت وادي ما في مكة مكة عسلوك أريد أن فقيرا وحبا هيساني فقيرا عسلوك أدوء وحبا أن هيساني وا يا منك أن سلم هيساني بالي عسلوك آية فقيرا أو فقيرا فأغنيت آية فاقتنيت دي فاقتنيت غني بعض نغطي وبلغت واد قارتي ما بلغت واحد قارتي وهكذا هذا ما أنت
مدحت الرئيس مكاد بات كمي ترقى اوح ولها بدن بات كمي تاي شرعي مركز ايماني تنع عصنوب بات هيد اوشي سقرب كقوة وحو ويلي اجرمه فالك كما دينين مركز اوحو فهمي سويب وحا يجي لان بإني تاي ادويد اي مالك حولها اني تاي فقال سويب وحو يري ارأيتم بالإيش هيا ان فردت لكم مالي مالك ايقادان ان كدتاكو يا اتخلونا سبيلي وددي لما ايبانين فرطا ما يقال اذا هذا حولا وحانا يورين يقولي قالوا وحيد هذا النعم ها حولا هذا النسين يسمى عليك وحبك مفضل شلي بعضا قول قرب قوتا نوعين اصيح دقاقا دم اي فدله موتسي على موضع ماله مالكي سماشي وفجر في بيتي قرقي في مكة فمضوا اليه اي اي فمضوا اليه ماشي بي اذن مالكي واخذوه منه ويكقافين ثم أطلقوا سراحه ويزيد يا من قرص كثير أخذ سهيل سهيل حقوق لجل يقيد سير صعد كأنه ددجنا نحو المدينة مدينة حق لا يصعد في صغر راعين يوم فارا حاله مثل عرر بدينه دين في سيل الله غير عاصف حاله من أمر جي غير في على المال مالكي الذي مال كاسو أنفقه بحيه في جنبه آية في يعني في جن يعني في جنيه زهرة العمر غير آسف حال يميز أمر جاي على المال الذي مال كاسو أنفقه بحيوي آية مرحبا في جني آسف حال يميز أمر جاي على المال مال الذي مال كاسو أنفقه بحيوي في جني هواي في كسبه مال كاسو أفاقه بحيوي آية زهرة العمر آية زهرة العمر يعني مالكي أسقى صوكس بي وأسقى أولها بحينتا أوبحية نبتيسا أوكوئيسا دي عمري إيسا إنتو أهاي وطن أموسا مرقلوا بلي أمو مرقل ساي وكان وحو هذا كل ما أدركه الونا مر الله مركو دالكو هليلو وأسابه صعب يهليلو يعني الونا ودالكو سيل بين يا دمرين أجيرا ثم مر الله مركو يعني أونوك الونا وأنوكي مر على مركو نوغو هليلو واتابه وتعبو دالو هليلو استفزه وحاك عينيا دالكاس وحاك بعينيا وكعينيا السوق عشق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عشق ونبي الأقربة سو اصعد 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 مركو دالو الى هذا مركو واد داسيبو جعلك ونبي عشقنا يوم بها دنك عينيا مركا يعني دالك ما محصوصنا انتي وقلوها دنك عينيا فيعود اليه وحا اصعد نغنيا نشاته ونشاته كيسما اصعد نغنيا سيد إن الصيء كالعمل بالنغنى يمركو نبي صاحب الصوء ويواصل سيره سعود كيسين واحدين إلى يوم فلما بلغ قباء ناس قبل إلى هذا مركو تجي فرآه الرسول الرسول كما أركي صلوات الله وسلامه عليه آية مقبلا حاليا صبا صوى قابل سهيب صوص عضايو النبي أركي فهس له وبس هس له النبي وأقص ليه وبس ونكفر حيوي وجي بساس أي نبي وكسر دوي يسقو قتل أيه وقال وحكير نبي أسقو ولي ورثن ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع أي ربح البيع بيع والربحي يا أبا يحيى أبا يحيى ربح البيع بيع والربحي وفائدة فائدة وكررها ثلاثة صدح قرب نبي كعلي فعلت الفرحة فرحة ما ككر نغطة وجه سهيب سهيب وجه آب وفرح ما دام النبي بشاره وقال وحير والله بان كردارتي ما سبقني إليك أحد يا رسول الله أحد إيغسو كاهر مريو أنيق حكت إذا مجر واي ما سبقني إليك إيغمسو هرمري إليك حقا أحد أحد يا رسول الله وما أخبرك به كومشيق إلا جبريل جبريل باقو ورمي ما لك إيغي وقد إلا نبت إذا كفرتي أحد قالوا قوة رجل مجل جبريل يقول كان وحيدا آية حقا بيرشاقه لقد ربح البيع بيع وارب حيوان وبيع المفا إذا إنك بيع وإيمان يعني مالك وإيمان كيسي نبتي تكوب الباليو وصدق ذلك وحان الرمي بيع عاصل فائدة وحي الصماء صمد وحي يدي وشهد عليه جبريل جبريل لو أكمر قاتك عيوة حيث نزل في زهيب زهيب ثاني كيسا وحاكوته دي قول الله إلهي قول كيسا عز وجل ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس ذكر وحاكمله من باكمله يسري نفسه نفتي سئيل سني وح الله وحوها يورنب نفتي سئيل ابتغاء مرضات الله إلهي رجوه ساسا وضلبي والله إلهي رؤوف بالعباد أدومها كي أم حريثني أدومي إذا مؤمنين فضوضى لسهيل بن فنان الرومي
سهيب بن سنان الرومية يي أصغنا في جنة إيه وحسن مآب مرجع وناستنبا أصغنا فيه وجنة إيه إلهي رديه سواه.